أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سُبْحَانَ الْمُنَفِّسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ. سُبْحَانَ الْمُفَرِّجِ عَنْ كُلِّ مَحْزُونٍ. سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ. سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. اللهم يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجاً عاجلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين.
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا مفرج
Ferric anna hemmena ve gammena ferecen acilen bir rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ve en i'buduni hâzâ sirâdun müstegîm ve leqad ezalle minkum cibillen kesîrâ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Allahümme ya müferricu, ferric anna hemmena ve gammena ferecen acilen bir rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم يا مفرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب جبرائيل وإبراهيم وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومنزل البركات ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم أن ترزقني العجلة 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 الساعة 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 ألواها 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 تعجيلا رزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. يمليخا مثلينا مكثلينا مرنوش دبرنوش شاذنوش كفشت ضيوش ضطمير. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركنا سريعا برحمة الله. اللهم إني أسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمنا وتتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبادك العاجزين الضعيفين المذنبين، وأن تتوب علينا إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت،
اَنْتَ رَحَمَنَا وَتُوبَ عَلَيْنَا وَتُعَافِيَنَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلْوَى وَاَنْتَ اغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَاَنْتَ اغْفِرَ لِعِبَادِكَ الْعَاجِزِينَ الضَّعِيفِينَ الْمُذْنِبِينَ وَاَنْتَ تُوبَ عَلَيْنَا اِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme inni es'eluke bi esmaike leti da'avtuke biha en tusalli ala seyyidina Muhammedin adede ma vasaftu ve mimma la ya'lemu ilmehu illa ente en terhamana ve tetube aleyna ve tuafiyena min cemi'il belai vel belva وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبادك العاجزين الضعيفين المذنبين وأن تتوب علينا إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك min azametike ve kudretike ve celalike ve behaike ve sultanik ve bihakk ismikel mahzunil meknunillezi semmeyte bihi nefseke ve enzeltehu fi kitabike ve ste'therte bihi fi ilmil gaybi indeke en tusalli ala seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. الصلاة والسلام بعدد علم الله عليكم يا أنبياء الله ويا رسل كرام الله الصلاة والسلام بعدد علم الله عليكم يا أولياء الله ويا رجال الغيب ويا أرواح المقدسة أغيثوني بغوثة الله وانظروني بنظرة الله وأعينوني بعناية الله أدركوني سريعا برحمة الله الصلاة والسلام بعدد علم الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أحمدي يا محمدي يا وسيلتي يا نوري يا هدايتي إلى الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركنا سريعا برحمة الله أدرك أبا القاسم أني منحصر سيدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو النور اللهم يا لطيف أدركنا بلطفك الخفي نحن العاجزون وأنت الغني العزيز يا رحمن يا رحيم
Ya Allah Celle Celaluhu, Ya Ahadu, Ya Samedu, Ya men anke mededi ve aleyke mu'temedi, accil ferahi ve feraha ihvani bi hurmeti seyyidina Muhammedin el-Arabi ve bi hakkı ismikel azimil azam ve bi ma'aqidil izz min arşik ve münteher rahmeti min kitabik ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة ومنتهى الإحسان من حب ذاتك اللهم بحب ذاتك تعصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا اللهم شفعه فينا بجاهه عندك إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhanel münefisi an külli medyunin, Subhanel müferrici an külli mahzunin, Subhane men ceale hazainehu beynel kafi ven nun, Subhane men izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekûn. Allahümme ya müferrici, ferric annâ hemmenâ ve gammenâ ferecen acilen bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin.